بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي دورة الـ HTML أو تعلم الـ HTML حتى الاحتراف ببساطة، وهذه هي الحلقة الثامنة إن شاء الله. في هذه الحلقة سنتطرق إلى ما يسمى بالفورم أو الإطار الذي يكون بداخله معلومات معينة أو لأخذ معلومات وإعطاء معلومات معينة. الفورم هي عبارة عن إطار يقوم بوضع داخله معلومات كما في الشكل التي سأقوم بإخراجها الآن لفهمكم بصورة أسرع ما هي الفورم. العفو، سأختار رابط آخر لبحثي عن فورم فيه وأظهرها لكم لكي تفهموا ما هي الفورم. نرى ظهور هنا ملء خيارات، الاسم الأول، الاسم الأخير، الجيميل، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف إلى آخره. هذه الخيارات أعزائي المشاهدين توضع داخل مغلف صغير كما ترون. المغلف يختلف لونه عن لون الشاشة. هذا المغلف هو ما يسمى بالفورم. فهذه الخيارات لا يمكن وضعها في الحقيقة إلا داخل مغلف الفورم بصورة مرتبة. فلو مسحنا المنيو وسيبنا وكتبنا تاج الفورم، فتح وإغلاق، ورفش الصفحة، لا يظهر لي أي شيء لأنني لم أغلق. كذلك لا يظهر لي أي شيء لأنني لم أضع عناصر الفورم. عناصر الفورم مختلفة، سأدرجها بالتالي أمامكم. كل عنصر معناه ما معناه الذي سأذكره الآن. لإدراج عنصر HTML نكتب فتح تاج، نقوم بكتابة input العفو، بعدها نختار type، هنا سنقف. في الفورم عناصر مختلفة، منها عنصر لإدراج اسم، عنصر لإدراج صورة، عنصر لإدراج تاريخ، وعنصر لإدخال جيميل، ولإدخال وعنصر آخر لإدخال تليفون، وعنصر آخر لإدخال باسورد. كما ترون أنها عناصر كثيرة ومختلفة. لتمييز هذه العناصر عن بعضها جميعها تستدعي باستخدام input، لكن لتمييزها في التايب نضع ما يميزها. فهنالك التكست الذي يقوم بكتابة الاسم بداخله، الفايل الذي يقوم بإدراج فايل بداخله،
الباسورد الذي يقوم بإدراج باسورد داخله إلى آخره. الآن سنتطرق إلى التكست. ثم نكتب name يساوي أي اسم كان، أي كتابة لا يهم، ونسميها ABC. ومن ثم value أي إن كانت، ونسميها 1 2 3. نغلق tab الانبوت وسيف ورفرش. نلاحظ ظهور مستطيل صغير يمكن الكتابة بداخله. هذا هو تاج التكست أو تاج إضافة اسم إلى آخره. المهم ترون أنه غير مكتوب قبله اسم. لكتابة الاسم فقط ننزل سطر، وكتابة عادية حالها حال كرسالة الفيديو نكتب name أو employees name. سأختصر كلمة employees أو موظفين ب EMP name. سيف ورفرش. نرى ظهور employees name. سيف ورفرش. نرى ظهور employees name. لو أتيت إلى جيميل أرى وجود كلمة الأول داخل هذا المستطيل. نأتي على مستطيلنا الخاص، لا يوجد الأول. يمكنني كتابة هذه الكلمة بوضع خاصية الذي هي place holder يساوي full name. هذه كلمة يمكن كتابة كيف تكتب بكيفك تكتب أي كلمة تريد. أنا سأكتب full name. سيف ورفرش. نلاحظ ظهور كلمة full name وذهابها بعد كتابتنا. هذه لإدراج full name. إذن هذا هو تاج التكست. يمكننا كتابة داخل تاج التكست الاسم الأول، الاسم الثاني، إلى آخره من المعطيات. سأقوم بإعادة شرح الفورم وكيفية وما هي استخداماتها قبل أن أتطرق لتاج آخر من التاجات لكي تفهموني جيدا. أخواني أخواتي، هنالك بصورة عامة نوعين من صفحات الويب، النوع الديناميكي والنوع الذي يكون ستاتيك أو ثابت. في الحقيقة النوع الثابت هو نوع لا يمكن أن يكون سهل التحكم أو نوف، يعني لا يمكنك التحكم به، هو فقط موقع صور وكلمات، لا يمكنك أن تدرج به ما تريد، لا يمكنك أن ترفع به صورة، لا يمكنك أن ترفع به كلام. يعني مثلا توقع وجود موقع الفيسبوك من دون تعليقات، هذا هو موقع ثابت إذ لا يمكنك إدراج تعليقات، لا يمكنك التسجيل به، فقط كتابة فيسبوك وتفتح لك الصفحة الرئيسية للفيسبوك بجميع عطياتها من دون تسجيل دخول أو ساين أب أو ساين إن، فتفتح فقط من دون إدراج العطيات. أما الصفحة الديناميكية فيمكنك إدراج بها معطيات، وهي أن نضيف لها الفورم ونربطها بلغة أخرى وهي لغة الـ PHP. سنتطرق لها في المستقبل إن شاء الله بلغة الـ PHP تعلم حتى الاحتراف ببساطة، لكن الآن سأعلمكم فقط الفورم التي ستلصق بعد ذلك بدورة PHP. هذه الفورم هي التي يمكننا إملاء أي شيء نريد. يمكننا إرسال رسالة إلى صاحب القناة، يمكننا التعليق في اليوتيوب باستخدام الفورم، يمكننا إلى آخره من الخصائص التي يمكننا إضافتها كمستخدمين أو كمسجلين في القناة وليس كأدمن للصفحة. إذن أنا سأعيب الجيميل الآن بتاجاته المختلفة. هذا أول تاج للفورم وهو تاج الانبوت تايب، يكون تكست أي يمكن الكتابة به.
النيم لا يهم إدراج أو لا، النيم فقط هو الربط في لغة PHP بعد ذلك. أما الآن فقط لشرح لنضعها الآن، فقط لنضعها الآن النيم والفاليو كذلك. أما كلمة place holder هي لجعل هذا التغيير بسيط، وهو ظهور النيم هنا. النوع الآخر إذا ترون أني سأضع full name للتعويض عن الاسم الأول والأخير. الآن سأضع تاج الجيميل، نفس الشيء أضع كلمة العفو الشحن عند لدي خلاص، بس أربط الشاحنة الخاصة بي. بعد رابط الشحن الخاصة بي يلا، الآن سأقوم بإضافة تاج لإضافة الجيميل. نلاحظ أنه تاج الجيميل تاج ذكي، فلا يمكنني كتابة أي شيء وتركه، فسيقول لي أن هذا خطأ. بالتالي عند كتابتي أو أريد أن أستخدم تاج النيم كتاج جيميل، هذا خطأ، لأن يعني إذا كتبت أي شيء يمكن أن يرسله حتى لو كان هذا غير جيميل أو غير إيميل، أي كان أي شيء آخر ما عدا الإيميل، فيمكن أن نصب على صفحة الويب الخاصة بنا. ويتجنب هذا نضع التاج الآتي، نكتب كلمة input ثم type يساوي، هنا التايب سأضع كلمة إيميل. name أي شيء وليكن AB أيضا ABC. صدفة تشابها، صدفة value وليكن 1 2 3 كذلك. place holder يساوي at gmail. أغلق التاج، لكن قبله أكتب br لأنزل سطر، وبعدها أكتب إيميل. سيب ونفش صفحتي، نرى ظهور نفس الجيميل هنا. أكتب أي شيء وأتركه. لا يظهر لي الآن أني خطأ، هذا بسبب عدم إكمال التاجات، سيظهر في المستقبل يعني نوصل مرحلة بعدين يظهر، مو هسه يظهر ولما نوصل خلني نكتب الآن. أكو نوع من التاجات هو تاج الإرسال اللي هو submit، أكتب input type يساوي في المنتصف أكتب submit. أضغط سيف ونفش، هذا التاج يظهر لي كلمة submit أو إرسال. عند كتابتي أي شيء هنا وأضغط إرسال، ترون أنه يوجد تضمين علامة at في عنوان البريد الإلكتروني، اعترض على كلمة البريد الإلكتروني. أضع at ثم أضع أي كلمة، أدوس إرسال، أرسله بسبب وضوء الات التي قلت أني يميزها، فعند عدم وجود كلمة at لا يحسبه كبريد إلكتروني. هذه الخطوة قمت بها سريعة فقط لأشرح لكم ما يختلف الجيميل عن التيكست. أما التيكست فلو كتبت أي شيء هنا وقلت إرسال يرسله مباشرة، زيد يرسله مباشرة ولم يعترض على وجود كلمة آت. هذا اختلاف بين التيكست وبين الجيميل. الآن أنزل بي آر وأنزل بي آر آخر، وبينهما سأضع تاج آخر وهو تاج الباسورد. العفو، أكتب input أكتب type يساوي password. أو pass، الآن نجرب password، أكتب name
يساوي كذلك ABC تشابهت بالصفين. اكتب value يساوي 1 2 3 تشابهت بالصفين. placeholder password قبله يساوي. انهي التاج قبل التاج اضع password دوت دوت سيف وفش ظهر لنا تاج الباسورد. عندك ثابت هي الباسورد العفو تاج الخاص ب التايب هو نوع باس وليس باسورد. انا خطأت هنا. عندك ثابت هي الباسورد هنا عدم وضعي لل... نعم نعم التهجئة الخاصة بالكلمة لم أتهجها بالصورة الصحيحة. الآن تهجئتها بالصورة الصحيحة نراها ظهورها كنقاط عدم ظهور الباسورد. يقوم فقط بإدراج الهاتف جيد. أما عمله الآن الذي أخذ به كلمات فالتاج هو يأخذ الهاتف بس أخذ الكلمات كذلك لعدم استطاعتنا على منعه من خلال إدراج خاصية تمنع الأحرف. هذه الخاصية سنتدرج لها في المستقبل كذلك. إذن سنأخذ تاج آخر هو تاج الميل أو فيميل أو بمعنى آخر راديو بوتون. فأضغط input ثم type يساوي بداخله radio ومن ثم name يساوي abc أو mail ذكر value ويساوي ذكر. الآن إخواني انتبهوا هنا رجاء. سأدرج تاج آخر من نفس النوع لكنه العفو بامتداد فيميل. أي أنثى الآن سأسيب وأفرش يظهر لنا العفو خلنا أن أكتب فيميل يظهر لنا فيميل وميل. في لو ترون إذا نذهب إلى جوجل تظهر لنا أنا أقدر أنا أختار واحد من الخيارات ذكر أنثى واحد من الخيارات فقط. لكن هنا أقدر أن أستطيع أن أختار الخيارين معا وهذا بسبب ما يتعلق بالنيم. لاحظوا أن النيم هذا فقط بهذا الانبوت سأشرح النيم. النيم هنا خاصية النيم هنا فقط بهذا الانبوت تختلف عن باقي الانبوتات في الفورم. فكل انبوت لديه نيم بعمل معين. هنا عليه تسمية نفس النيم سأسميه جندر أو الجنس. نفس الاسم أسيف. عند تفشي الصفحة نرى أنه أستطيع أخذ واحد من الخيارات فقط لا أستطيع أن أخذ الخيارين معا وهذا ما يفعله النيم في الحقيقة داخل الراديو بوتون. إذن هذا هو الراديو بوتون وهذا هو عمل الراديو بوتون. الآن إذا أردت
أن أقوم بعمل ليست. إذا ترون هنا عند ضغط على هذا الزر تظهر لي خيارات أستطيع أن أختار منها، كما ترون تظهر لي خيارات أستطيع أن أختار منها، وليس كما في هنا أختار راديو بوتون أو أوبشن بوتون. زين، هذه الخيارات يمكن إدراجها بوضع الإيعاز الآتي. الإيعاز الآتي سأكتبه بين هذا البي آر. انتبهوا، الكود الآتي هو كود كبير فيجب أن تفهمه، هو كود الـ select menu، أي أن أخرج منيو صغيرة عند الضغط عليها. لا تلاحظون أن هنا من أضغط تظهر لي منيو صغيرة. أول شيء أكو دقمة، يوجد زر كما ترون. عند الضغط على هذا الزر يظهر لي خيارات. إذا يجب أن أنشأ الزر وعلى ذلك أنشأ الخيارات. الآن سأعود. أول شيء أنشأ الزر. الزر يمكن إنشاءه بكتابة كلمة select. نعم، بتاج فتح وإغلاق، ليس كباقي التاجات، فتح وإغلاق. داخل select سأكتب النيم. نعم، النيم سأكتبه داخل السلكت. انتبه، أكتب جندر. تشابه مع الجندر السابق للصدفة فقط. الآن أني أنشأت الزر، لاحظون أني أنشأت الزر لكن ليس به معطيات. جيد، أنشأت الزر من غير معطيات. سأكتب بعد فاليو. فقط لحظة، تأكد من شيء واحد. تأكد من شيء واحد. جيد. عفوا، خطأت بشيء واحد. الفاليو تهجئتها عندي غلط في كل الكودات. عفوا، الإنسان خطأت تهجئة الفاليو في كل الكودات. الفاليو تكتب بحيث هكذا. هذه هي الفاليو الصحيحة، أنا كاتبها خطأ. الآن صارت حمراء. أنا منتبه، أنا آسف، ما كنت منتبه على التهجئة الصحيحة للفاليو، آسف. يمكنني تغيير جميع الأخطاء الموجودة لدي بالضغط على Ctrl و F، ومن ثم أذهب إلى Replace وأقول replace all إلى 700. أنا سويت تغيير كلهم إلى 700، لكن أقدر أن أكتب 700 لأن أنا مخطئت هم بالتغيير. أكتب إلى الفاليو، إلى القيمة الصحيحة. أقول replace all، تلاحظون أنها كلها تغيرت إلى القيمة الصحيحة. هذه أصبح لدينا إفادة. أضغط على save. آسف مرة أخرى على خطأي بالتهجئة. إذا ضغط على value، نعم هنا صحيح. جيد،
الآن الكتابة صح، أكمل لما بدأت قاعد العفو داخل السلكت، أمسح من هنا، أنا كتبت الفاليو هنا فقط متأكد، أمسح الفاليو من هنا، أبدأ السلكت داخله أكتب ما يسمى بالأوبشن. هنا نقوم بكتابة أوبشن أو الخيارات الموجودة داخل هذه السلكت، فعنده أضغط على تاب ومن ثم أكتب أوبشن، بعدها أكتب فاليو الصحيحة يساوي، لنقل أن هذه الزر تذكر أنواع السيارات، ليكن أو لنذكر ما نفس جوجل الذي هو ميل أو ذكر، بعدها أكتب ميل، أغلق، أسيب، رفش. نلاحظ عند الظهور عند الضغط ظهر لي إعاز ميل فقط. الآن سأقوم بنسخ الإعاز وإعادته 4 مرات للأسف كنتيجة. لأن هو كاتب 4 مرات، أغير value الميل من هنا إلى female، وأغير الذي يضع بين الأقواس هو ما سيظهر في الرسالة الموجودة هنا في الأعلى، والموجود في الفاليو هو ما سيذهب إلى صاحب الصفحة. طبعا عند إكمالي الكود كله بصورة سأشرح نقطة نقطة مرة أخرى لتفهموا طريقة العمل الصحيحة. آسف لتقطع الشرح وتداخله مع بعض، لكن الإعازات كثيرة في حلقة واحدة، لا يمكنني قطع الحلقة لأن كلها نفس الموضوع، ولا يمكنني أن أبرمجها بالتسلسل الصحيح، آسف لهذا. الآن الثالث الذي هو else، ما عاد الله يوجد فقط جنسان في العالم وهو ذكر وأنثى لجميع الحيوانات الموجودة على الأرض، ما عاد الله إيلز تعني غير ذلك، ما عاد الله موجودة هي في، أعوذ بالله، موجودة هي في جوجل، كتبتها لأنها موجودة في جوجل. I do not want I do not أو لنمسح الخيار الرابع لا جدوى منه حاليا، أسيب ونفش، يظهر لدينا الخيارات كلها كما ظهر في جوجل. جيد، كما ظهر في جوجل كل الخيارات التي ظهرت لدينا. تلاحظون أنه بدأ بالضغط على ميل، لو أردت أن أضغط على غير الميل، لو أردت أن أضغط على غير الميل سأقوم بوضع فقط بجانب الفاليو كلمة selected. نعم كلمة selected، وهي خاصية لأنظر سيظهر عن female selected، المضغوط رأسا ظهر female، هذا هو selected. هذا هو السلكتد، هذا ما يخص موضوع السلكت داخل الفورم. الآن كيفية أن أرسل رسالة داخل الفورم، أو لنذهب إلى جيميل، أنشأنا الاسم الأول والثاني، أنشأنا جيميل، أنشأنا الباسورد. الآن سأنشئ التاريخ، الحقيقة يمكن أن أذكر التاريخ، سأضع بين البيعة لكي ينزل سطر، أضع كلمة date أو تاريخ، ثم أفتح input type date. name وليكن بصفة A B C. فاليو أو لن نضع فاليو، سنغلق، نرفش،
عفوا لا هذا ما فيش ما فيش صفحتنا ما فيش صفحتنا. ناظر التاريخ، عند الضغط على هذه الكلمة تظهر لي جميع السنين، أختار العمر والشهر أذهب إلى مثلا إلى سنة. تلاحظون أنه بدأ من 2018. الآن سنتطرق إلى تاج آخر وهو تاج تصعيد ملف على جوجل. هذا التاج سيرسل الملف هذا إلى صاحب القناة، ولتكن صورة الهوية الأحوال المدنية يتم إرسالها إلى فيسبوك عند الحاجة. الآن سأقوم بإدراج هذا التاج وأقوم بالضغط على input type يساوي file لإرسال فايل واحد فقط عند تسييفي على صفحة. وتفيش الصفحة يظهر لنا اختيار فايل، اختار فايل واحد فقط، اختار فايل واحد فقط، طبعا هنا ظهر الفايل، لا يمكنني اختيار اكثر من فايل واحد، لا يمكنني اختيار اكثر من فايل واحد. اما اذا اردت ان اصعد اكثر من فايل واحد ساضغط بعد الفايل اكتب multiple. نعم كلمة multiple، وسيب وافش صفحتي. الان يمكنني وهو كلمات اختيار ملفات، يمكن اختيار اكثر من ملف واحد، ترون ظلل اكثر من ملف واحد. ظهور الفايبر لي الخاص بي، انا اسف. نكمل الصفحة. هذا ما يخص الفايل. الان سأدرج كيفية ان ندرج لون داخل الفورم. اظهر بي اخر لانزل سطر واكتب كلمة color، ثم input و type. نعم type سيكون color بالضبط. إذن لغة HTML هي لغة سهلة وجميلة في الحقيقة. عند تفتيش الصفحة ترون ظهور لون أسود. هنا أحدد الألوان كما ترون، اختار الوان اقول اوكي، يظهر لي في المربع هنا اللون الذي اخترته. هذا هو تاج اللون. الان ساضع تاج اخر وهو تاج الخاص بالرسائل. اخواني اخواتي الان سادرج ما يسمى بالتكست تاج، وهو الكود الاتي، هو عبارة عن تكست اريا كان كتابة تكست فتح وإغلاق زائد عدد الأسطر زائد عدد العواميد، اسم معين وليكن ABC، لا على تعيين بصفة ABC. هذا الفورم الخاص به وتكست بالمنتصف، تكست بالمنتصف، وسيب وارفش. يظهر لنا بهذه الخاصية، أمسح التكست. إذن هذا هو مربع إضافة النص الخاص بنا، نستطيع إضافة أي نص به، نستطيع إضافة أي نص كما ترى التكست. قد أكون هذا بالنسبة لما يخص درسنا اليوم. الآن سأشرح شرح بعد كتابة كود الفورم الذي قلت له في محاضرة شرح الفورم أسبق محاضرة رقم 8. قلت أني سأشرح الكود بصورة أساسية بعد الانتهاء منه. في الحقيقة أي input هو بداية فتح تاج، وأي type هو اختيار النوع. الname هو ما سيربط في لغة ال PHP بعد ذلك، ليكون لدينا قاعدة بيانات نخزن بها المعطيات. إذا كملنا صفحة ال HTML الخاصة بنا الآن لن تحفظ البيانات كما ترون. إذا أكتب هنا name وغير الإيميل أكتب at .com او عفوا at v.com هنا وملأت المعطيات كلها كاملة واختاريت السنة والتاريخ والكلر وكتبت الرسالة وقلت ارسال. اين سيرسلها؟
أين سيحفظ هذه ال أين سيحفظ أين سيحفظ هذه ال أين سيحفظ هذه المعطيات؟ إذن يوجد لابد أن يوجد هناك قاعدة بيانات يحفظ بها المعطيات، وتربط قاعدة بيانات في صفحة الستاتيك الخاص بها، يعني تكون صفحة دائمة في المستقبل باستخدام لغة الـ PHP، والذي سيأتي هذا بدورة الـ PHP زائد MySQL في المستقبل. إذن الآن كوننا الفورم اليوم، النيم يربطها بلغة الـ PHP، أما الـ Value فهي القيمة التي سوف تذهب إلى قاعدة البيانات عند الضغط عليها. فعند الضغط على الفيميل أو الميل باستخدام الراديو بوتن التي هنا، ستذهب إلى قاعدة البيانات القيمة التي اختاريناها. عند الضغط على الألوان ستذهب القيمة التي اختاريناها إلى الألوان. أما عند وضعنا value في النيم فإننا اختارينا قيمة ثابتة، يعني إذا رفشنا صفحة نلاحظ وجود قيم في البداية تخرج في الصفحة، أقدر أن أمسحها وأكتب غيرها. هذا الفاليو ما يعمله في مكان، أي مكان يوجد فيه مكان كتابة، أي مكان يوجد فيه مكان كتابة مثل التكست، مثل الجيميل، مثل التليفون، مثل التكست أريا. الفاليو يقوم بعمل وضع كتابة بدل يعني كتابة تدلي، يعني حالها حال البليس هولدر. هنا اكتب مثلا فول نيم، تقدر تجي تمسحها انت. هاي طريقة قديمة بالفاليو، يعني وضع قيمة، وضع قيمة شلون يسموها خيالية، وضع قيمة خيالية اذا ما قمت باملاء البيانات بالصورة الصحيحة او نسيت فراغ يدزها بالقيمة الخيالية انت، يعني قيمة جاهزة خيالية يضع الفاليو في مكان التكست. اما في مكان لا يوجد فيه تكست مثل في الحقيقه مثل الميل والفيميل او السلكت اللي هي عباره عن ليست او نوع من انواع الليست، السلكت هنا ما يقوم به هو كادراج فاليو لان لا يمكن كتابه في هذا المكان فاليو، فيقوم بوضع فاليو اختيار فاليو يمكن اختيارها ولا يمكن كتابتها في هذا ما يخص الفاليو. اما البليس هولدر فهو وضع كتابه خياليه لا يمكن مسحها، لكن كتابه ممكن، يعني كتابه تدلي على المستخدم لكن لا يمكن مسحها في الحقيقه. اما ما يخص السلكت فهي عباره عن تاج من التاجات يقوم بفتح قائمه منسدله جيد، وهكذا من الخيارات. هذا ما يخص الفورم، هذا ما يخص الفورم. نسيت أن أشرح أو تجنبت أن أشرح بعض التاجات، منها الليست لعدم تصعيب الأمر عليكم، ومنها التايم، ومنها الإيمج. تجنبت أن أشرح هذه التاجات. الإيمج ليس قصدي أن أرفع إيمج، يمكن أن أرفع إيمج باستخدام اختيار الملفات، لكن الإيمج معناها أن أجعل زر عبارة عن صورة، صورة عبارة عن زر. وتجنبت أن أشرح ما يطلق عليه بالبتون، سأشرح هذا في المحاضرة القادمة بفورم فارغة أشرح بها بس هذن المعطيات. إذن محاضرتها كانت طويلة بس إن شاء الله نتائجها زينة. هاي عم تسوي قالب شكلي لل HTML. ومن كم من القالب الشكلي نسوي نضع فيها الحياة باستخدام CSS، عمود يكون إنه بالمستقبل. خلي أشوفكم ناتج من نواتج إن شاء الله محاضراتنا هذه، على ما تتفاعلون بالخير. أنا شوفته طبعا قبل بداية HTML. ناتج من نواتج حنوصلها إن شاء الله هي مثلا خلنا نقول هاي، ناتج من النواتج اللي نوصلها بإذن الله هي هاي. صفحة شوفتها لكم بالبداية مثل ما تلاحظون صفحة ديناميكية، أقدر أفتح بها هنا يكتب كودات، يعني صفحة جميلة أقدر أشاهد بها فيديوهات، أسوي بها سلايد شو. هاي بالمستقبل نوصل إنها حنبدأ نشتغل شغل احترافي. أتمنى عجبتكم المحاضرة وأتمنى حاولت تفهموها، بس إحنا جينا يعني المحاضرة هاي اشتغلنا الواجهة الخاصة بالفورم، بعدنا ما اشتغلنا ما البطن أو ما داخل الفورم، اشتغلنا الواجهة اللي يتم كتابة بها المعلومات، ما استخدمنا الآلات التي تودي المعلومات إلى قاعدة البيانات، هنشرحها بالمستقبل. المهم
كمان الفورم. أراكم بالحلقة المقبلة إن شاء الله في أمان الله. آسف على تطويل الحلقة عليكم.